السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في غسات جديده. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف كيف طيره البيتزا بطريقه ناجحه وبزاف سهله، راح تكون بنينه وخفيفه. بالنسبه لابريباراسيون ديالها سهله، ما تحكمش من وقتنا بزاف، ومام تانيك لي زانغريديون ماشي مكلفين، ماشي حاجه كبيره. فوالا، ديجا المنظر ديالها يشهي، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه ديالي تاع اليوم، ما تنساونيش بان جيم ان كومونتير. الى كانت اول مره تدخلوا لاشين ديالي وعجبكم المحتوى تاعها، قبل ما تخرجوا فعلوا الجرس، ديروا ابوني، هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. دوكا بلا ما نطول عليكم، نروحوا نكتشفوا كيف كيف هاد لا غوسيت. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون تاع لاباط. عندي هنايا 550 غرام 550 غرام تاع فرينه مغربله، نحتاجو كاس ماء وكاس حليب يكونوا دافيين. عندي ربع كاس تاع الزيت. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. وهنا كيف كيف عندي اون كويارا سوب تاع لحظه. بالنسبه للمغرفه ما عمرتهاش بزاف، درت مغرفه ممسوحه. ونحتاجو بيان سور هنايا رشه تاع الملح. هنايا نبداو لا بريباراسيون تاعنا تاع لاباط. في الريسيبيون ندير هذاك الكاس تاع ماء دافي. انا هنايا راني مكيله لي زانغريديون ديالي بالكاس اللي يرفد 220 مليليتر 220 مليليتر. نزيد عليه الكاس تاع الحليب كما قلت لكم دافي. لاباط هادي بزاف سهله. اول حاجه نسبق انايا توجور بلي ليكيد. فوالا، سي اون باتا بيتزا توت سامبل. نزيدو عليهم هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، ونزيدو ثاني المغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. فوالا، نزيدو ثاني المغرفه كبيره تاع ماكله تاع اللحظه. انا في لاباط ديالي تاع لا بيتزا نحب نستعمل حليب ولحظه، تعطيني نتيجه هايله. وهنايا غرب لو فوي مانيال، نخلطو كامل هاد لي زانغريديون. فوالا، هنايا بعد ما خليت هاد لي ليكيد ريحوا لي غير شويه حوالي 5 دقائق، هنايا نبدا نضيف في لافارين. كيما قلت لكم الفارينه لازم تكون مغربله باش تحصلوا على عجينه تكون خفيفه. فوالا، هنايا كوم بروميير ايتاب نخلطو غير بلا سباتول، غير هكذا خفيف ظريف برك. هنايا نزيدو كونتيتي تاع لافارين حتى نتحصلو على عجينه تكون طريه. ما ديروش الفارينه ديالكم على ضربه كيما نقولكم توجور باش ما تتحصلوش على عجينه تكون يابسه. فوالا، هنايا بديت نستعمل يدي باش نطم بيان لاباط ديالي ونحس القوام تاع العجينه. فوالا، هنايا هاي ديك لاباط ديالي بعد ما نطمت ليه. هنايا راني رايحه ندلكها غير خفيف ظريف برك سور لو بلون دو طرافاي. فوالا، ما شحال نعجنها بزاف، جوست برك باش تولي لي لاباط ديالي بيان ليس. ونسيت ما وريت لكمش، كنت ضفت لها الملح، نسيت ما صورتش هذاك لو كوبلي. فوالا، سمحوا لي، انا نقول لكم ما تنساوش الملح بيان سور باش لاباط ديالكم ما تجيكمش مسوسه. فوالا، غير هكذايا قسمة تولي بيان ليس. هاليك هنايا لاباط ديالي حطيتها في الغيسيبيون، دهنتو غير بشويه زيت باش ما تلصقليش، غلفتها بان بابي فيلم، نحطها تروبوزي دو كوتي، ونروحو نوجدو كيف كيف لا فارس. نجوزو نشوفو كيف كيف هنايا لي زانغريديون تاع لا فارس. اول حاجه عندي هنايا نص در تاع الدجاج، قسمتو هدايا بشكل صغير، سيو قسموها دي بتي مورسو قد ما تقدرو. هاد لو بلا لازم البولي ديالكم يكون مقطع بشكل صغير. فوالا، كيما راكم تشوفو معايا، عندي هنايا زوج حبيبات بصل يكونوا صغار، هنايا عندي زوج حبات فلفل حلو خضر، وهنايا عندي دو كاروت زوج حبات زروديه. هاد لي ليغوم ديالي رحيتهم كامل بالروبو، سيلحوهم حتى يولوا لكم رقاق. انايا اليوم استعملت من كل حاجه زوج حبات، استعملت كونتيتي كبيره، يعني سي جوست باسكو انا حندير دو بلاطو كبار. بالنسبه ليكم اللي حبيت تسيي هاد لا غوسيت، نقول لك استعملي من كل حاجه حبه وحده، يعني قسمي لي زانغريديون ديالك اون دو على زوج. هنايا عندي حبه طوماطيش كبيره تكون طايبه بيان، نحيت لها القشره، نحيت لها الزريعه وسكرفشتها. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماط كونسونطري، طوماطيش تاع الباطا. وبالنسبه لي زيبيس عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل، عندي هنايا فلفل عكري بابريكا، وعندي هنايا شويه جينجومبر بودر، يعني زنجبيل يكون مرح يكون بودره. هنايا نبداو لا بريباراسيون تاع لا فارس. في المقله ديالي درت كونفيتي صغيره برك تاع الزيت، خليتها تسخن. وهنايا راني راح ندير هذوك لي ليغوم اللي قلت لكم رحيتهم بشكل رقيق في الروبو. بيان سور هنايا نخليهم يتقلاو بيان، يدبالوا لي شويه. هنايا بعد ما دبالوا لي بيان هاد لي ليغوم ويتقلاو، هنايا نضيف عليهم نص در تاع الدجاج كما قلت لكم، نقسموه بشكل صغير.
نزيدو ثاني هنايا الحبيبه تاع الطوماطيش كما قلت لكم انايا هنايا ربيتها سي يخلوها دي كونكاسي ما ديروهاش بزاف ليكيد فوالا ونزيدو نضيفو عليهم ثاني غرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماط كونسونتري يعني طوماطيش مصبره بلا ما نساو هنايا ثاني لي زيبيس فوالا لا فارس هذه حتجيكم بزاف بنينه نتمنى ان شاء الله تجربوها هايله بنينه وخفيفه ثانيك هنايا حنخدمو كيف كيف اون كريم او فرماج باش نديروها فوق الفطيره تاع البيتزا ديالنا هنايا عندي لتر تاع الحليب زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع فارينه هنايا عندي 4 لي بورسيون دو فرماج بلون 4 قطع هنايا عندي شويه فرماج غابي نحتاجو شويه فلفل كحل وشويه ملح بيان سور انا هنايا كيما قلت لكم استعملت اليوم كميه كبيره درت هنايا لتر بالنسبه للاخوات اللي يحبوا يجربوا كميه صغيره استعملوا هنايا نص لتر برك وبيان سور هنايا نقصوا في لا فارين ديروا غير غرفه كبيره تاع ماكله هنايا في لاكاسرون ندير هذوك زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع لا فارين نضيف عليهم في الديبي كميه قليله برك تاع الحليب ماشي حاجه كبيره جوست باش نفتح هذيك الفارينه باش نيفيتي لي غرومو فوالا نحلها بيان بلا كويير باش ما يجونيش هذوك الحبيبات كي نكون نطيب في لاكريم ديالي فوالا نحلوها مليح هكذا هنايا حركتها بيان حتى درت لي كامل هذيك الفارينه هنايا نزيد لا كونتيتي تاع الحليب اللي بقات لي وبالنسبه لي فرماج انا حنديرهم بعد ما طيب لي لا كريم بيان سور فوالا هنايا شعلت لها على نار قليله ونقعدوا نحركوا فيها حتى تبدا تختار وتطيب بيان سور ما تخلوهاش بزاف خاطره ولا عاقده لازم تكون جاريه ليجيرمون باش تمشي لنا فوق الفطيره ديالنا فوالا فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا لا كريم ديالي راهي بدات تختار وتعقد كيما قلت لكم ما تخلوهاش بزاف ثقيله ولا خاطره هنايا في هاد لي طاب راح نضيف عليها هادوك لي بورسيون دو فرماج بلون هكذايا باش يدوبولي ونزيد عليها هنايا فرماج غابي هاد الفرماج غابي اختياري اللي حبيت تضيفو ضيفو اللي ما حبيتش ما كان حتى اشكال فوالا وان ديرني بيان سور نزيدو الملح وفلفل الكحل ما ديروش بزاف الملح باسكو رانا درنا دو سورت دو فرماج فوالا ندوبهم بيان ونضيف عليهم الملح وفلفل الكحل يعني هذا اون ديرني هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما خمرت لي بيان لاباط ديالي ديغازيتها كامل بيدي وهنايا راني بديت نفتح فيها نعطي لها لا فورم تاع لو بلاطو بيان سور سو بودريت لو بلون دو طرافاي ديالي بالفارينه ما ديروش بزاف فارينه باش ما تلبسلكمش العجينه تاعكم فوالا وبالنسبه للسمك تاع لاباط ما ديروهاش بزاف رقيقه رقيقه سينو فطيره البيتزا تاعكم حتجيكم يابسه وما ديروهاش ثانيك بزاف خشينه باش ما تجيكمش معمره بالفتات ديروها موايان رايحه ليجيرمون رقيقه فوالا هنايا بعد ما استويت بيان لاباط في البلاطو دهنتو بيان سور بشويه زيت وحطيت العجينه ديالي هنا راني ندير لها دي بيك غير بلا فورشيت فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا بديت ندير لا فارس سور لا بات بعد ما خليتها بردت شويه هنايا نحطها على العجينه ونبدا نمشي فيها بيان استويها كامل حتى نغطي كامل العجينه ديالي فوالا بيان سور هنايا لا فارس ديالي هنايا ما فيها حتى قطره ما فيها حتى صوص خليتها نشفت كومبليتوم لو كان ديروها ديروا لا فارس ديالكم على العجينه بلا صوص ديالها لا بات راهي رايحه تتقطع لكم كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما استفت كامل هاد لا فارس على لا بات هنايا راني بديت نضيف عليهم فلا كريم او فرماج اللي خدمناها كيف كيف ايضا نديروها لها كامل حتى تتغطى كامل هاد لا فارس فرانشمون انا هاد الفطيره تاع البيتزا نديرها بوكو بلوس في الصيف في ليتي تجي بزاف بنينه وخفيفه ومام تاني كتمتم توجد بصح هاد الخطرة توحشناها راح نديرها لاشا قلت الوغ بوركوا با ما نبارطاجيهاش معاكم هكذايا نعطيكم اون ايدي تقدروا توجدوها في فطور ولا في عشاء تجي بزاف بنينه وخفيفه فوالا دا توجو نكمل نمشي كامل لاكريم او فرماج حتى نغطي كامل هاد لافارس كيما راكم تشوفوا معايا هنايا فطيرة البيتزا ديالي راهي واجده باش نحطوها في الفوق طيب بعد ما كملت سقمت لها كامل هذيك لا كريم او فرماج غطيت كامل هذيك لا فارس هنايا درت لها شويه فرماج غابي ودرت لها ديكوراسيون خفيفه غير بشويه زيتون خضر ودي مورسو تاع الطوماطيش بالنسبه لا ديكوراسيون كل وحده دير واش حبات تقدروا ديروا فلفل حلو احمر ولا تقدروا ديروا ميم تانيك
طرشي، تقدروا ديروا فلفل حار، كل وحده دير على حسابها وعلى حساب الامكانيات ديالها. بيان سور انايا هنايا شعلت الفوغ ديالي على 170 درجه، ندخلها طيب، ماشي حتاخذ معايا وقت كبير، جوست طيب لي هذيك لاباط وتتحمر لي بيان من تحتها. الوغ ندخلوها طيب ونشوفوها ان شاء الله بعد ما توجد. لا ريسيت تاعنا تاع اليوم راهي واجده في الشكل النهائي ديالها، كما راكم تشوفوا طابت بيان وتحمرت مليح، خرجت ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. فوالا هنايا قسمت معكم ميم مورسو، شوفوا كيفاش جاتنا الفطيره تاع البيتزا تاعنا، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله بزاف هايله. شوفوا السمك تاعها ماشي عاليه بزاف وماشي رقيقه تانيك بزاف، ميم طيبها شباب، تحمرت بيان. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. شوفوا ميم من التحت خدات لنا تحميره شابه، فوالا ميم كي ترفدوها بزاف خفيفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ميم البنه تاعها ما شاء الله بزاف بنينه، راني دقت معاكم شويه، فريمون جات هايله ما شاء الله، بنينه وخفيفه. وميم تانيك نوريسونت كيما شفتوا معايا، فيها اون بات، فيها الخضره، فيها البولي، فيها ميم تانيك الفخوماج والحليب، سمعها تكون مغذيه او ميم طون. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جدد مع وصفات جديدة. مع السلامة.